notre atelier aujourd'hui, الورشة تاعنا اليوم هي introduction logo design. يعني قسمناها parce que c'est les principes fondamentaux de création d'un logotype. الدورة تاعنا فيها trois parties, quatre parties. La partie الأولى c'est une introduction, un background sur le logo design. ومن بعد le background ديالنا فيه le logotype, un beau logo, type de logo, psychologie de couleur, bref créatif. On va dans le jeu, la deuxième partie, il y a étude de cas. C'est-à-dire le workshop, l'atelier pratique. Il y a le prototypage, la génération d'idées, qui fait n'a pas une idée, qui fait n'a pas une idée originale. On va dans l'esquisse, comment esquisser des idées, avec une méthodologie, un process, qui n'a pas bien d'habitude. On va dans la partie prototypage, on va dans l'outil, on va dans l'affinage, yani la finition du logo, on va dans la présentation du logo la présentation du logo pour le client. On a une partie, il y a une question-réponse, mais tout le jamais, mais allez, je vais dire le logo. يعني بارابول الدوره عندنا ايه اون ايتاب نسيتها هي في لاتولي هذا ليكيب كاع اللي غادي تحضر للدوره كامله اي فون ترافاي سور ان بروجي باسكو غادي نخدموا ان بروسيس كي فون براتيكي يعني غادي يكون هاد الدوره تكون عمليه الناس تخدم عليها شاكان دو باسكو غادي نشوفوا كاع لي زيتاب كومبليت شاكان دو يل ترافاي سور ان بروجي اكزيستون اللي يخدم على سان مارك ولا سان براند ولا ومن بعد نديروا عرض تاع لي بروجي بيان سور بالموافقه تاع الجميع ومن بعد اون ديسكوت اون شوازي كيلكو بروجي نحكوا عليهم ومن بعد نجوزوا لي كيستيون ريبونس فوالا دركا الدوره تاعنا الاولى لا بروميير بارتي لا بروميير بارتي اللي تري تري امبورطونت غادي تعطينا المفهوم فريمون تاع ان لوغو تيب ان فري لوغو هنا غادي نشوفوا لو فري لوغو تيب غادي نجوزوا لا سويت ايه الدوره هذه ما ننساوش باش نشكروا صفحه لينيون دي ديزاينر الجيريان يعني اتحاد المصممين الجزائريين تعرف الشعار c'est une composition figurée servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise une marque une association une institution un produit un service ou un événement يعني هاد لا كومبوزيسيون هو عباره عن يعني رسم سيني سامبول تيبوغرافي كتيبة pour identifier يعني عرفنا directement بهاد لا مارك المؤسسه ولا جمعية ان برودوي ولا ان ايفان وعندي دو مارك اللي عندهم لا ميم لو ميم ميتي عندي فيزا كارد وعندي ماستر كارد هنايا عندي دو لوغو ديفيرون دوك كي نشوف ديريكتومون لو فيزا كارد نعرف بلي هذه هي لا مارك لوغوتيب من جانا لو لوغوتيب فيان دو غريك كي سينيفي مو لي كولتور امازيغ اسيريان مايا شينواز Égyptiens, babyloniens ont également utilisé des pictogrammes et des monogrammes pour communiquer leurs idées et leurs mots. Les types de pictogrammes qui étaient utilisés dans l'Égypte antique, dans notre civilisation berbère, qui est là, je te fais un mot, الفن وكان عاودوا نقولوا كاع لار جرافيك من وين بدا من لي جرافير روباس لي جرافير روباس كاين اون فرانس كاين اون الجيري مي يقولوا بلي لي جرافير تاعنا عندنا اكبر معرض في هواء الطلق هنايا في تمرسات وعندنا في الولايات برسك لا ماجوريتي تاع الولايات فيها لي جرافير روباس هنايا الحضاره تاع المايا انا لا شين وهنايا عندي حضاره بابلونيه غادي نعاود نرجع فوالا هنا هادو هما لي مونوغرام هذا ستا مونوغرام غريك وعندنا هنايا دي بياس رومان فوالا هادي ستا مونوغ هذا ستا بيكتوغرام اسيريان فوالا نجوزو لا سويت من بعد حتى جا لو ماركاج هنايا لو برينسيپ تاع لا مارك لو برينسيپ تاع لا مارك جا منا بكري كانوا لي زاغريكولتور باش الحيوانات تاعهم يعني البقري تاعهم ولا الغنم تاعهم ولا ما يتخلطوش حتى كي تجي فايت على المزرعه ولا تلقى لو سيمبول تاع لا فامي فوالا عندنا هنايا دي مونوغرام اي دي انيسيال عندك هنايا بي اف سي او ا بي اف بي هادو سي سيتي دي مارك لي زاغريكولتور ماركي لي بوفان اون يوتيليزون لي تامبر اون فير شو تسمى يجوزوا على الاخر تاعهم يحرقوهم
علاش خرجت كلمه براندي؟ فوالا هنايا دوكا غادي نجوزو لي تيب دو لوغوتيب. عندنا في لي تيب دو لوغوتيب عندنا سيمبول ايكون، يعني ايقونه باللغه العربيه. عندنا اللوغو دابل، عندنا نايك، تويتر، بيبسي، عندي الكروم، عندي انستغرام، كيلكو لوغو، يشوازي كيلكو لوغو. هاد لي لوغو يعني اللي نقدر نقول لهم دي سامبل ولا ايكون، يقدروا يكونوا اوسي دي لوغو جيومتريك، او بيان يقدروا يكونوا دي لوغو ابستري، يعني ابستري يعني مجرد، يعني مجرد جايه من لار ابستري وورد مارك، او بيان لوغو تيبوغرافيك. عندي كوكاكولا، عندي اوبر باغ اكزومبل، جوجل، ديور، فيزا، كانون، نتفليكس، فيدكس اي والت ديزني. هاد لي لوغو نعيطو لهم لي لوغو تيبوغرافيك، يعني مخدومين بحروفيه. نقدروا نقولوا كلك لوغو كاليغرافيك اللي غادي نجيبوهم من بعد، كيما كوكاكولا نقدروا نحطوه في الخانات الاثنين، نقدروا نحطوه في اللوغو تيبوغرافيك ونقدروا نحطوه في اللوغو كاليغرافيك، يعني مخطط باليد. جي شوازي لي ميور لوغو. عندي هنايا دوتر لوغو، لتر مارك او بيان مونوغرام اللي كنا نهضروا عليهم في الديبي، مونوغرام او بيان اون فرونسي انيسيال، يعني كلمات تاعهم يبداو بالحروف. بار اكزومبل انا اسمي احمد بشير شريف، مي لتر مارك او بيان مي انيسيال سي ا بي سي، اش بي سي ايلورد باكا، فورمولا 1، باي بال، لوي فيتون. عندي دوتر تيب دو لوغو اللي هي فيهم اون كومبينيزون، يعني سي دي لوغو هيبريد. الوغ عندنا لا كومبينيزون، لا كومبينيزون دي مارك كيما بوما. عندي كي اف سي هذا سي لو نوفو لوغو تاعهم، هي تري مينيماليست. كي اف سي، رولكس، ام بي سي سي لا ميم شوز، برجر كينغ اي لي كومبوزي دي دو، اون تيبوغرافي اي اون فورم، دوف اوسي دي زومبلام. Alors, Hadas, BMW, c'est un logo de type emblème. Starbucks, aussi, c'est un type emblème. Harley Davidson, EPS, Stuttgart, Porsche. Comment avoir un bon logotype? Hajaloula, le logo Terry, l'azmi kun original. Qui est original? Yani, il kun unique. Hajaz Zawja, لازم يكون لوغو سامبل. نعاود نرجعوا لي مارك تاعنا، سي اوريجينال، سي تريز اوريجينال. ما كانش هادو لي مارك اللي خيرتهم، ما كانش واحد يتشبه لواحد. ريغاردي هنايا بيما لا سامبليسيتي، اش بي او تري 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 سامبل، لا نازا، فورمولا 1 تري تري سامبل. اون فوا تو دون زان لوغو، اون فوا تو، نشوفوا كلش فيها. من بعد غادي نشوفوا في دوتر اكزامبل. واش قلنا؟ يكون سامبل اي فورت ستيليزاسيون. سي كوا لا ستيليزاسيون؟ نحو منها الماكسيموم باش نلعبوا لا سامبليسيتي ديال اللوغو، يعني ما يكونش معقد. اللوغو تاعنا لازم يكون لين تاعه باينين. ريغاردي فورمولا 1 اللي تري تري سامبل، لين تاعه سون سامبل، لي كورب تاعه سون سامبل، ما كاش تعقيد. لو كان نحسب لي فور في فورمولا 1، شوفوا جماعه، واحد زوج ثلاثه، ثلاثة تاع لي فورم. هنايا واحد زوج ثلاثة أربعة، هنايا عندي ثلاثة تاع لي فورم، واحد زوج ثلاثة، هذه راهي متلاصقة عندها واحدة. لوي فيتون فورما واحدة، اون لين واحدة رايحة. اش بي عندي ان بلو، عندي ان بلون، سي نيجاتيف، تري تري سامبل. ديستينكتيف رانا شفنا، ديستينكتيف رانا شفنا لي دو مارك، شفنا ماستر كارد وشفنا فيزا كارد. كي نشوف لي دو مارك نعرف لا ديستينكسيون بيناتهم. بيرتينون يعني كياتير عنده حاضر، بارابور لا بيرتينونس، بارابور لا سيبل تاعك. بوليفالون، هنايا بوليفالون، لا بوليفالونس يعني اللوغو تاعي ولا الشعار تاعي نقدر نحكمو وين نحطو يمشي لي، يعني بوليفالون، ميزيغابل اي ديكلينابل، يمشي مع بعض. اللوغو تاعي يعني نحطه في قلم يبان،
نحطو في ان كارني، ان كارني لازم يبان، نحطو في ان سيت انترنت، نحطو في ان سي ان ان بينز يبان. فوالا لا بوليفالونس تاع اللوغو تاعي، لازم وين نحطو يقدر يمشي لي. ماشي دوكا نخدم لوغو كي نجي نبريمي على ان تي شيرت ما يطلعليش، نجي نحطو على ان سيبور ما يطلعليش، يمشي لي غير على كلكو سيبور، ما يمشينيش على لي زوتر سيبور. من احسن لا مارك تكون بوليفالونت، لا فالور لو كاركتر اي لا بيرسوناليتي. لازم جوغو اللوغو هذا لازم يمتلك دي فالور. هنا نحكو لو كوتي كرياسيون، لو كوتي كرياسيون بعدا غادي نشوفو دركا في كيلكو كونسيبت دو لوغو باش نفهمو سي كوا سا لا فالور لو كاركتر اي لا بيرسوناليتي. ان بون لوغو جيف فيشر، هذا تما بارمي كي دخلت لاندستري تو سي بارمي لي برومي ديزاينر اكاديميك لي كي 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 بارمي لي بيوني اي لو كرياتور دي لوغوتيب. واش قال لك؟ قال لك ان بون لوغو دوفري اتيري لاتونسيون دي سبيكتاتور كي باس بار لا سينياليزاسيون ا 70000 بار اور. 70000 معناتها 140 كيلومتر على 140 كيلومتر في الساعه، تفوت عليك اون مارك تعرفها هذيك لا مارك. Allez, je vais vous définir la mission. La mission. Quelle est notre raison d'être? À quoi servons-nous? La mission Terry, elle a changé. La marque a dit, donc la mission, c'est par rapport au client. Le brief créatif. Le brief créatif, les points, les trois points, ce sont de base. Il faut que le client, parce que c'est ça l'original qui fait le logo. Les points importants, tu veux dire maintenant la création du logo tag. Alors j'ai dit pourquoi la marque a dit allège. C'est quoi ta mission? Par exemple, on a été comme des définitions de mission. La mission t'as Google par exemple. Google ouais je galère quel qu'un de mes meilleures informations, بالترتيب. أحسن معلومة نمدها أنا. أي recherche sur internet نعطيها للمستخدم بكل سهولة. ستيف جيف بيزوس واش قال لهم؟ لا ميسيون دامازون سي كوا؟ واش قال لهم؟ قال لهم انايا ما يهمنيش ان كونكورون لو كان يطيح عليا السومه، لو كان يهبط عليا السومه ما تهمنيش، ما تهمني نوتخ اكسبيريونس يوتيليزاتور. اذا غلبني في الاكسبيريونس يوتيليزاتور، في خدمه المستخدم، في خبره المستخدم. سا لا ميسيون تاعو راه باينه سي في الخبره. في الخبره دوكا لحقوا كيما امازون سي ديرني طون افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال عندهم دي كليون لا فام لو كان اون فام تطيح اونسانت يعرفوها قبل ما تعرف روحها جوست بارابول لو كومبورتمون تاعها، لو كومبورتمون تاعها فلاشا. لو كومبورتمون بالعربيه تقدروا تعاونوني، لو كومبورتمون جوست ها سلوك فوالا سلوك تاع الشراء، سلوك غير بالسلوك تاع الشراء تاعها يعرفوا بلي هاد لا فاميلي اونسانت، يبعثوا لها ان كادو ديريكتومون، ان كادو تيست دو غروسيس، يبعثوا لها كيلكو كادو دو بيبي ديريكتومون. ريغاردي شوف شوف وين لحقت ليكسبيريونس يوتيليزاتور. لا فالور هنايا لا ميسيون اي لا فالور دامازون. علاش علاش نشحت لونتربريز هادي؟ يا اون فالور لا فالور دو غادي نشوفوها من بعد كي نحكوا له لوغوتيب، غادي نشوفوا لا فالور، لا فالور دو لونتربريز. قال لك لي زون باتي لو ريكور دو ليفريزون 20 مينوت. طيب لحقوا خبره المستخدم، خبره المستخدم وخبره الزبون. فوالا كاستمر سيرفيس يو اكس يوزر اكسبيرينس. فوالا الو لا فيزيون، لا فيزيون اي امبورطون. دركا انا تجيني اون مارك، تجيني اون مارك دركا بار اكزومبل جو في دوني واحد يدير ان ماغازان دو فيتمون صحيح، دركا راه يبيع بار اكزومبل اوم ماغازان دوم، بصح لازم نعرف لا فيزيون تاعو على شال دو طون من على 5 سنين. اسكو يقدر نسقسيه اسكو غادي يولي يبيع لي فان لي زوم، كيل تيب دوم، واش غادي يبيع اكزاكتومون، كال اكسسوار. Parce que il y a un client qui démarre avec avec Haja, on va dans la Amin, il y a des choses, il y a des choses, on va dans la Kilslin, il y a des choses,
ولا توتالمون هذيك لا مارك تقدر دير بليزيير اكتيفيتي كيما ابل بار اكزومبل. ابل نجيبو ابل، ابل دركا عندها ابل واتش، ابل اورديناتور، ابل تليفون سمارت فون، ابل ايبود، اي ماك، غير لي بي سي عندها بليزيور ديفيرونس، عندها لو سيدي عندها دركا ابل لي باف تاعها، دركا ابل غادي تولي ابل كار، اي تونز، سي فوا عندي اللوغو يتحط باغتو. فوالا علاش هنايا لازم نعرف لو كليون تاعي، لو كليون تاعي لا فيزيون تاعو، لا فيزيون تاعو كيفاش دايره. تما هنا راني نفصل لكم سي بارابور لو بريف، راني جيتكم في لا ميسيون اللي هضر عليها لي فالور دي بون لوغو، من بعد ما غاديش نعاودو نرجعو لهم هاد لي بوان باسكو غادي نهضرو عليهم في لو بريف كرياتيف. هذا هو لو بريف كرياتيف لي تروا بوان امبورطون، من بعد غادي نهضرو على دوتر بوان لي فالور. فوالا فير كوا انون نو، كالي لو بوت ا اتيندر دون لي بروشين اني، ما يعطيك النظره تاعو لي بوت تاعو واش كيفاش كيس كي فا توشي، كيس كي فا توشي واش غادي يخدم، سي كوا سون اوبجيكتيف. Les valeurs, on dit les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous défendons, nos atouts, nos qualités, quelle est notre valeur ajoutée en quoi? Généralement, je me réchauffe. La valeur, elle dit, il y a cas, surtout cas, en Algérie, les jeunes Taïwanais, donc il y a les mouvements de start-up, il y a des gens entrepreneurs, surtout avec cette crise de corona et tous les gens sont en train d'entreprendre. Dans le cas, il faut n'arrive le point parce que toujours les startups ou les entreprises ou les hey ou là, ils travaillent avec un business model. Il dès qu'on a pas de mouqawalatin ou là des gens qui leader ou management ou là, il arrive le point. Le BMC, le business model Canva. Le business model Canva, il y a quelque chose les value proposition. Ou Sherika, نجحت شركة شركة هيكي ما باش من بعدها باسكو غادي لا فيلوزوفي تاع المؤسسة شركة ولا الشخص هي اللي غادي نتمناوها بور كري ان براند اون ايماج لهاد هاد الهيئة. إذا كانت مؤسسة، وزارة، مدرسة، جامعة، دركا لا فالور تاعها حنايا غادي نقدو لا فالور، لا فيزيون، لا ميسيون باش نكريو هاد اللوغو لهاد هاد الهيئة. كاينة حاجة ان بوان تخي امبورتون اللي هي value proposition ou bien la valeur ajoutée. Fait le business plan, c'est la valeur ajoutée. C'est quoi cette valeur? Chehia علاش انايا pourquoi je suis chez le haja ni nmersa انايا في المؤسسه تاعي ni نديرها غير انايا ni نخدمها غير انايا ما نخدمهاش. هادي شتي فالور جينيرالمون فالور وحده ثابته. هذاك الانسان كي يدخل هذاك لو مارشي ولا يدخل بهذيك لا فالور ou la valeur il y a les mouchkins généralement les radis chouvoir même bada les atouts les qualités yak hadou ga nous qu'on fait les valeurs haïa wina l'tahta sommes-nous uniques pour nos clients chez le haja les khalatna hna ya wahidin unique bilougha l'arabia rahat li kalima parce que ra ma'ana ikhwa min ba'd el bouldan min ordan min masr min tunis bon كاين اللي يفهموا الفرنسيه كاين اللي ما يفهموش الفرنسيه نسيو نعربوا. الوغ هادو هما لي بوين امبورطون بور لي فالور. هنايا هاد لي فالور ميم حتى بور كيلكان كي فا كري ان بروجي سي تري امبورطون. صا انسان حتى انسان انسان باش ينجح في حياته لازم يكونوا عنده هاد لي تروا بوين امبورطون. دوكا هنا عندي ان اكزومبل ريغاردي لو كونسيبت ديال لوغو. Le concept à le logo hada. Le concept à le logo hada, c'est pour inspirer la confiance entre l'entreprise et le client. Le bleu s'associe à la fiabilité, la suprématie et l'excellence de la marque. C'est que qui troll Amazon, Hawashkin. Andik. Ils ont tous les produits de A à Z. Un homme gagne les produits, من ألف إلى الياء. لكن حكم الألفابي de A à Z. De A à Z. تسمى كاع لي برودوي كاينين. الحاجة الزوجة عندنا لا فلاش. لا فلاش هادي سيت ان سمايلي، ابتسامة. عندي لا فلاش هادي هي ابتسامة. والابتسامة واش تمثل؟ لا ساتيسفاكسيون دو كليون. يعني لو كليون qui chérit le produit d'Amazon qui compte insan farhan. Là, il y a la satisfaction du client.
هنايا عندي لا كولور اورانج سينيفي سا سينيفي لو سوكسي لا سوسيابيليتي يعني هي ماركه اجتماعيه اجتماعيه سوسيابل اجتماعيه اي لا كونفيونس ثقه ثقه مع المستخدم ومع الزبون توتي بازي سور سا جينيرالمون في الكوميرس توجور يفو كومبا سور سا فوالا سي اون فالور هادي اللي لازم تكون ثابته حتى في انسان في اشخاص في هيئات عندنا هاد لو بوان دو كونفيونس سورتو نلقاها عند لي بونك باغ اكزومبل لا كونفيونس اي باز سور لا كونفيونس عندي هنايا ان اوتر لوغو فيدكس لوغو تاعي فيدكس تري سامبل الحاجه اللي تمثل ان بون لوغو باش نهضروا عليها توجور ان بون لوغو نلقوا فيه حاجه برك امازون سي لوغو تيبوغرافيك وعندي اون فلاش حاجه برك صحيح كاين بزاف اللي بعثوا لي نشوف دي لوغو ديال دي ديزاينر دي زاماتور حابين يتعلموا يتو نورمال كاع اون كومونسي كوم سا بلينا نخدموا افيك دي جوستراسيون او ريكوبير دي فيكتور نجيبو دي فيكتور نجيبو دي ايماج نجيبو صور كاين دي فوا تحفي دي كليون يقول لك دير لي دا ودا 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 ان بون لوغو تيب لازم يكون تري ستيليزي ومادا بيا ان كونسيبت ولا ان بوان راني بازي لي في لوغو تاعي يكون شيء واحد صحيح عندي لا بوم دابيل سي اون بوم محطوطه فيها عضه هذيك العضه علاش داروها باسكو بور ديفيرونسي لا بوم لا سيريس سيريس حب الملوك مش عارف واش تقولوا كيفاش يقولوا باللغه العربيه ولا اون طوماط باش يفرقوا عليهم برك باش دار هذيك العضه في داك سوسي لا ميم شوز علاش كنا نقولوا سي تيبوغرافي وحده بصح هنايا عندي بين الاو والاكس عندي اون فلاش Une flèche qui apparaît pointant vers la droite. La flèche signifie aller vers l'objectif fixé pour l'entreprise à l'avenir. Alors, j'ai dit qu'un client dit que non, je veux cette couleur. Cette couleur, créer la couleur, pas par rapport à sa signification, mais créer par rapport à la tendance. Même si tu foot 2020, dit 2021, il y a d'autres couleurs. Mais la marque n'a pas de caractère. Mais il y a par la personnalité de la marque par rapport à la couleur. Il y a le gris qui a utilisé Apple, qui a utilisé Nissan. Rigoureuse, persévérante et classique. On dit le noir. Le noir, on a l'élégance. Elle est mystérieuse et déterminée. Regardez les marques qui utilisent la marque noire. Généralement, on a fait des marques de luxe. Gris et jaune, c'est la tendance de 2021. Le gris et le jaune. Eh oui, le gris et le jaune. Le gris neutre et le jaune. Il y a des questions. On a le bleu. La couleur bleue rassurante, honnête, ingénieuse. Le voilà. Le bleu qui est tendance 2020. Y a-t-il que ça, je crains. Je l'ai dit à Marwan. Ah, Abdelnour, le saddle. Y a-t-il que ça, merci. Alors, عندنا la couleur bleue. هنا عندها d'autres significations négatives, il y a autoritaire, passif, inaccessible. Mais on peut voir, par exemple, la couleur bleue, on peut beaucoup plus la santé, parce que c'est une couleur rassurante, apaisante. On a quelques marques, high-tech, HP, Banque Assurance, Adi. On a dit le voyage, booking.com. Le rose, par exemple, la couleur rose, en général, ça signifie une couleur féminine, romantique et piègle. La couleur verte, équilibriste, solidaire et chanceuse. Et aussi, on a l'écologie. On a la couleur verte, on a plusieurs significations, même si on a le Coran, la couleur bleue, ou bien le jaune, quand on a le jaune, on a le safra, on a le jaune, on a le jaune, on a le jaune. On a la kibira, le din islamique, l'akhdar tani. La couleur verte a une signification, elle a plusieurs significations. Comme par exemple la couleur verte, ça inspire aussi la confiance, l'équilibre et la confiance. Adna le jaune, c'est une personnalité de marque, on a optimiste, créatif et visionnaire. La fameuse marque IKEA. Hanaya, nous il y a presque les débuts qui connaissent quoi le brief créatif. Ou bien le brief client. Le point est très important, mais d'abord, comme tu fais bien, le brief créatif, pourquoi le brief créatif? Je ne sais pas l'intention d'un client. Le brief créatif, je ne l'utilise pas que pour un logo. Il y en a dans la création. Dans la création, en général, il nous faut un brief créatif. Le brief créatif, ou le pilote
du créatif, le brief. Qui compte brief, machdoum bien, il y a telle une création bien. On a, on peut pas avoir une création sans un très bon brief. Maintenant, je dire une création chaba ou la originale, le kemikouch a un brief créatif. Impossible, impossible. L'original, je ne définis pas le brief taille. Le brief taille compte détaillé. Maintenant, je ferai une création originale. Il y a, à chaque fois, je dis ça, il y a des agences. Il y a des agences kabar. Qui met MMCDBB, McCain, par exemple, a des agences multinationales. Ils ont des briefs créatifs formalisés. Formalisés. Il y a un khas bihom, ghir huma. En tant que créatif, on a un brief, on a un brief, on a un brief, on a un brief. La pratique, on va le pratiquer, on va le travailler par rapport à un logo. Le brief créatif, on a des marques qui ont un brief formalisé et confidentiel. Une pièce confidentielle, une série. Mais depuis qu'il y a des modèles sur Internet, il faut télécharger. Et vous pouvez, on va dire, le brief, mais tout le monde, il faut, chacun de vous, vous pouvez formaliser un brief spécial. Alors, le brief, la définition et contexte du projet. يعني سياق سياق تاع لو بروجي لازم نعرفو بالمؤسسه ولا نعرفو بليفينمون ولا نعرفو بالهيئه عرفتها بيان ديتاي الحاجه الزوجه هي لا بروبليماتيك شنو المشكله هاي الجايه هاد المؤسسه تحلو شنو المشاكل دوكا بار اكزومبل جو في لونسي اون ايكول دو لونغ دون اون فيل ولا دون ان كارتي Là, je vais créer une pharmacie, la pharmacie de Gadinkria, j'ai écrit ça. C'est pour. Parce qu'il y a un problème, c'est que Nana sera tout à déplacé pour acheter du médicament. Je vais une pharmacie, mais la pharmacie de Gadinkria, la pharmacie de Gadinkria, H24. Pour répondre. Donc, il y a des pharmacies, par exemple, la ville, ou la fête de quartier, ou la fête de village, ou la fête de la commune, il y a des gens. Alors, la valeur de Gadinkria, c'est que je suis H24. Il y a des points à nous, il y a quelques ficelles, quelques pistes pour créer un logo. Voilà. Alors, il y a une problématique. Il y a un SSI, il y a un SSI, ou là, il y a un. Bon. Surtout pour la création d'entreprise. Parce que c'est très important, il y a un designer, entrepreneur. Il y a un designer qui fait bien l'entrepreneuriat. C'est très important, il fait directement. Il y a des clients, il y a des questions de terre, il s'accélère. واش يقول لك مؤسسه يفو دركا يفو با كري ان بيزنس ماشي انسان يحوس على فكره تاع مؤسسه شوفوا التعريف جماعه لازم انسان يحوس على ان بروبليم صحيح يفو شيرشي ان بروبليم با اون ايدي باسكو تقدر تجيب اون ايدي بور كري كلكو شوز كري تي اون انتربريز مي ما غادي تحل حتى مشكل Alors, il faut trouver un problème. Mais généralement, les startups, ou la chériquette, ou les hayettes, il y a des problématiques. Voilà. Alors, c'est très important ça, de déchiffrer la problématique. Les jettes, les hayettes, les hayettes, les jettes, les hayettes. Les objectifs, c'est le houloul. Le houloul, les radifs, les houloul, les problèmes. Les objectifs de l'entreprise. Alors, j'en ai qui m'a les valeurs, la mission, la vision, on l'a défini déjà avant, avec la valeur. هي علاش جات المؤسسه شيء الحاجه اللي ديرها غير المؤسسه شيء القيمه اللي تمدها المؤسسه قيمتها سا ميسيون رسالتها لا فيزيون تاعها صحيح رساله بار اكزومبل لا ميسيون تاع فيسبوك قال لك انايا جو في كري ما بلاتفورم بور ريونير لو موند انتي على ايكرون سور ان بي سي تسمى العالم اون جلوبال ياك جو في ريونير كنجيبو زوم عندها سا فالور عندها سا ميسيون سي علاش راهو ناجح لو برودوي باسكو عندو اون فالور عندو اون ميسيون فوالا الوغ قلنا لا فالور رانا هضرنا عليها شي حاجه اللي خاصه بينا غير حنايا شي حاجه اللي نديروها غير حنايا شي الخدمه اللي نقدموها غير حنايا لا فالور قيمتنا اللي غادي نمدوها غير حنايا لا ميسيون قلنا الرساله لا فيزيون الرؤيه تاعي الرؤيه تاعي كيفاش انايا دركا ابخي 2 ans 3 ans 5 ans et 10 ans لا بروجيكسيون تاع لونتربريز تاعي على الافونير جو في ديفينير لا سيبل جمع لا سيبل الحاجه الاولى سي لا جيوغرافي دركا
نسقسي هذا لو كليون هذا لا سيبل تاعو سي كوا، اسكو جوست اون فيل، اسكو جوست اون كومون، اسكو جوست ريجيون باغ اكزومبل الغرب ولا الشرق ولا الوسط، يا كيلكو كيلكو بيزنس ولا عندهم يشيب الباينه يقول لك انا نشد غير الوسط، كان يقول لك الشرق فوالا، كيقول لك جوست لا فيل فوالا، اون فاست فود وحده غادي يكريها واحد لا ساسيبل سي 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 لا فيل هذيك فوالا، بيان دي فوا جوست لو كارتي يقول لك انا دو لا مارك تاعي لازم تبان جوست بور اتيري لي جون اللي هنايا ولا المؤسسات اللي هنايا ولا فوالا. الوغ نبدا بلا ديمو بلا 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 يعني الموقع الجغرافي ياك، الحاجه الزوجه لا ديموغرافي، لا سيبل تاعي سي بارابور لاج، واش من اج غادي نسيبلي دابور لو جونغ، دابور لو جونغ لو سكس يعني راجل ولا امراه، لا سيبل تاعي اذا راجل شحال عنده فلاج ولا جي توش لي دو، اذا عندي دي فام لي فام لي فام كي ترافاي لي فام اونسانت سي سا، علاش انا نقولوا نعاودوا نرجعوا لا بروبليماتيك، لا بروبليماتيك سا بو ريزودر جوست مشكل عند مرا خدامه، فوالا هاد لونتربريز ولا ستارت اب ولا لا مارك عندها اشكال جوست عندها مشكل تحلو فوالا بور تيل سيبل، pour telle cible il faut bien voir la cible, il faut l'étudier, il faut voir sa psychologie, comment apercevoir l'autre. Quelle chose est importante des fois la belle que qui t'adresse avec le client هو اللي شغل هو اللي بيشري البرودوي تاعو، يقول لك فوالا انا نهضر لكم على لو بوينت على كولور، يمد الميولات تاعو هو، يحب الاخضر ولا يحب الازرق ولا يحب جو سي با كوا، يقول لك فوالا جو في سيت كولور، راني حاب هاد لا كولور. نو نو ماشي كيما هكذا، ماشي كاع كيما هكذا، ماشي كاع كيما هكذا، لازم لو كليون هاد لو بوين هاد لا كيستيون هادي هاد لا كيستيون تقدر تبدل لك تعطي لك ديريكتومون لا ديريكسيون تاعك، هاد لا كيستيون يفوا لا بوزي، يفوا دوموندي لو كليون ولا تقول له كيفاش حاب لا سيبل تاعك تشوف لا ماركة تاعك، كيفاش لا سيبل تشوف لا ماركة، يفوا فوار لا سيبل، يفوا اتيدي لا سيبل دوكا كيما لي زانترفاس ولا لي زابليكاسيون ولا يدخلوا ليتيليزاتور، تعرف كيفاش كيفاش يديشيفريوه، يفوا كاين اون ايتاب دو ترافاي سي لا ريشيرش ديتيليزاتور، هاد لا سيب جينيرالمون في لو بيزنس موديل كانفا تلقاوها، واحد كون خادم مؤسسه ولا بريباري مؤسسه عندها بيزنس موديل، عنده لا سيغمونتاسيون، عنده لا سيب تاعو يديفيني هذاك بيان، يعطي لك لو بيزنس موديل، عندك ما ترفد منه غادي يساعدوك لي بوان. الوغ واش قلنا؟ قلنا لا سيب بارابور لاج، بارابور بارابور لو جونغ، راجل امراه، لا فام شكون يعني اذا قلت فام فام جون في ان جون سي كي لو جون هذا بارابور الدخل تاعو، اسكو لي مويان، اسكو اسكو لي ايزي، اسكو فوالا، يفو بيان ديفينير لا سيب تاعك، مي توجور نعاودو هنايا في لا سيب تاعنا بارابور لا ريجون، عندنا قلنا لا جيوغرافي لا ديموغرافي فوالا لو جونغ لاج، تقدر بريفيكيا تي ديرها في وقت ديرها في زوج ورقي تخدمها في كيلكو لين، سا ديبوند انت دوكا لو ديزاينر كومون يل ترافاي لو سيبور، لو سيبور تاع لو لوغو علاش قلنا ميزورابل، تقصي لو سيبور تاعك هو يقول لك ديريكتومون، يا سيغتان كليون يقول لك j'utilise voilà des tabliers, j'utilise des PowerPoint pour faire des présentations, j'utilise عندي les réseaux sociaux تاعي LinkedIn, Instagram, Facebook, عندي par exemple ordonnance donc ماشي ندير un logotype بعدا نجي نحطو sur des ordonnances en noir et blanc, logo تاعي j'utilise انا deux couleurs, la couleur تاعي هذيك نحطها noir et blanc ما تخرجليش la couleur تاعي quand j'imprime le logo تاعي ما يطلعش. الوغ هنايا تما هنايا نشوف كاسين مون كليون دركا عندو اون بلاتفورم يليتيليز ديجيتال، جو بو ديكليني حتى في لاكولور تاعي نقدر نديكليني على دي كولور كو جو بو اوتيليزي، علاش هنايا يفو فوار لي سيبور، لي سيبور لي غادي يحط عليهم باسكو يا دي كليون عندهم دي سيبور سبيسيفيك كي اللي يقول لك راني حاب اللوغو تاعي يكون براندي في تال تخوك ان انسترومون اللي انت ما تعرفوش كاع، دونك لازم تشوف هاد الانسترومون تشوف اللوغو تاعك اسكو يطلع عليه ولا ما يطلعش عليه، اذا كان هاد اذا كان اللوغو هاد اللوغو يفا تتخ غرافي يعني يتغرافا في هذاك لو برودوي وانت تخدم ان لوغو كي تجي تغرافيه ما يطلعش في لا غرافيور، il répond pas le procédé هذا، علاش نعاودو نرجعو توجور ان بون لوغو، ان بون لوغو لي يتوشي كاع هاد لي بوان لي سيتيناهم لا 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 بروميير فوا، الله يعطيكم الصحة، شكرا.